بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم. اول نقول ايه تسجيل رسمي من مقرنا الجديد بفضل الله تعالى، وبيسعدني وبيشرفني وفخر ليا كبير جدا ان يكون حاضر النهارده معايا. هبدأ بالضيوف الجداد، مولانا الشيخ احمد شحاته الازهري، وهو يعني شرف كبير جدا ان انا اتعرفت عليه، وان هو اخ عزيز، وهو ما شاء الله يعني نورانياته توصل لك عن بعد. ويعني هو تفضل عليا بالموافقة بان هو هيبقى مشاركنا في القناة هنا بإذن الله، بنقول ايه درر علومه النفيسة عن شمائل واخلاق حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانا هطلب منه ان يزيد في السادة الصحابة والسادة آل البيت عشان نوصل رسالة واسعة وشاملة وتضم الكل بإذن الله في بوتقة واحدة، تمهيدا لحضرة سيدنا الإمام عليه السلام الله. خدامين يا سيدي، ربنا يبارك في حضرتك ويعزك. وطبعا يعني بيسعدني وإن وحظي الجميل والسعيد إن الدكتور مازن الشريف موجود في مصر أثناء ما احنا بنجهز للافتتاح، ويمكن احنا 90% جاهزين مش 100%، لكن طبعا عشان هو مسافر فكان لازم نلحقه قبل ما يسافر، وما ينفعش ما نتباركش بوجوده معنا وما يشرفناش في أول يوم، لأن دي كانت أمنية شخصية عندنا. فطبعا برحب بيه وبقول له وربنا بارك فيك وبشكرك على التشريف الجميل ده. وأرحب طبعا بهقول إيه يعني، أصلا أنا مش ما بعرفش أوصف دكتور محمد بالنسبة لي، يعني لو قلت هو أستاذي فهو أكبر من كده بكتير، لو قلت هو أب فهو يعني مش عايز اعجزه، هو يعني احنا عايزين نشوف العروسه قريب. نعم، في واحده بيبقى نكمل يا رب. نعم، لو قلت هو الخال لا فهو اشمل من انه يكون خال. فالحقيقه انا ما بعرفش اوصف دكتور محمد. يا خالك كان حبيبي. نعم، رحمه الله عليه. يعني انور بيه، ربنا يبارك فيك. 73 نعم. حقيقه من اعلام مصر، ما فيش كلام. ربنا يبارك في حضرتك. انا يعني ضعيف للغايه امام ابطالنا في 73. نعم نعم، طبعا اخوالي واعمامي وابناء عم، فتاريخ لم يدرس بعد. نعم، يعني ما زال الشعب المصري لا يعرف الكثير من اسرار 73. احنا قلنا ان في اسرار لسه كتير ما خرجتش. نعم نعم. فالحقيقه يعني النهارده يمكن بينقصنا بس الكابتن سيد، لكن هو اعتذر لظرف صحي عنده هو، فبنتمنى له الشفاء العاجل. وكانت هتبقى طبعا امسيه وندوه جميله. ولسه انا بقول لحضرات الساده الافاضل الشيوخ والدكاتره ان انا مش محضر حاجه، فاقول احنا اللي محضرين، فاحنا هنتوكل على الله كده ايه ونشوف المركب رايحه بينا فين. فبما ان ضيفنا العزيز دكتور مازن الشريف منور مصر وقام بجوله عريضه لاضرحه ومراقد الساده آل البيت في سواء في القاهره او في مصر كلها، فهنرمي الكره في ملعبه ونقول له عايزينك تكلمنا عن حد ممن زرتهم لك معه شيء خاص. فعرفنا بهذا الشيء الخاص وامتى وليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب وفتح به له وبين يديه إلى ذاته جناب، وجعل له فضيلة ووسيلة وسرا وآلا وأصحاب، وجعله لكل خير باب. والصلاة والسلام على حبيبي مولانا إمامنا سيدنا جدنا محمد الهاشمي ابن عبد الله ابن آمنة، هذا النبي الذي نور الدنيا. وشعارنا نحن كنا في مؤتمرات في تونس كان الشعار قم زين الدنيا بنور محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه، وسلام على أهل الله وعلى أحبابه. الحقيقة أولا هذا طرب، وكأني عندما أسمع الفن الراقي الزمن الجميل الذي تهتز فيه الروح، تسمع مزجا بين الموسيقى العبقرية والكلمات الجميلة وصوت مثل صوت أم كلثوم يتردد في الآفاق وهو يناجي الخلاق سبحانه وتعالى، ويتكلم من مطلق الجمال عن مطلق الجمال، من مطلق الحب عن مطلق الحب، مع ألحان القصبجي بليغ حمدي أشعار أحمد رامي، هؤلاء العباقرة العمالقة. عندما نمزج ذلك بهذا النيل العظيم
في هذه الأرض المباركة أرض الكنانة بسر زينب فيها أويتمونا أواكم الله نصرتمونا نصركم الله، أجد أني في حال طرب. وأنا كان لي من فترة محاضرة بعنوان الطرب بالله، وقلت حينها أن العود يطرب إذا كان بين يدي فنان، فكيف بالقلب إذا كان عند حبيب الرحمن. وأن الشمس تطرب بضوئها، والورد تطرب بلونها، والبحر يطرب بمائه، ونحن أهل طرب بالله، لسنا أهل نكد مثل ما يفعل بعضهم ولا إنكاد للناس. أهل طرب ننشر هذا الطرب وهذه المحبة. فأنا في حالة طربية الحقيقة كشاعر، وكنت لما سافرت إلى الصعيد لرحلة دامت 10 ساعات مع حبيبنا الشيخ أحمد شحات الأزهري والمرافقين لي محمد القدامسي وصبري بن مسعود الكابتن صبري، كنت تمثلت بعشق صعيدي، قلبي حبك لما شافك والعيون ما شافتش حاجة. أنت رايحة وأنت جاية، أنت حلوة في كل حاجة، والرموش في القلب توجع زي كرباج الخواجة. فأنا في هذا الطرب، ويزدادني سرورا أني أحاور من محاور ذكي ذريب، في حضرتك لأنه احنا في الإعلام مشكلة، وأحيانا لما يكون محاور لا يفهم مع من يتحاور تصبح الأمر عذاب، حس التعذيب. لكن عندما يحاورك من يدرك كنها ما يقول، ومن يأخذك بأسئلته ليفتح لك المجال حتى تري ما حباك الله من معرفة، فأنا محظوظ جدا. ربنا يبارك فيك، أنا محظوظ. محمد عيسى إبراهيم الذي كنت أتابعه بشغف، وكذلك أن يرافقني الذي رفعت معه شعار يا سلام على حبي وحبك، الرائع أحمد شحات الأزهري، هذا عالم محقق مدقق صوفي رباني سيد شريف حفيد الإمام الضوي، وهذا الرجل الذي رافقني في رحلة كبيرة أيضا أنا سعيد به. وأنا مع هرم من أهرام مصر، وعندما تجلس مع هرم تتضاءل وتشعر بمكانة وقيمة من تجلس بجواره. أنا عن علم وبينة وعن روحانية أعرف قيمة ومكانة وعلو هامة الدكتور محمد عيسى داود، وما فعله من تعشيق الناس في حبيبي سيد الناس المهدي حبيب رسول الله. فهذا العمل الكبير في التمهيد وفي كشف حقائق كثيرة ومعطيات عديدة رغم كل الخناجر في الظهر وفي الصدر، ولكن الله وقاه والله وقيه إن شاء الله وناصره. فأنا سعيد وفخور بهذا الرجل الذي ذكرني مرة أو مرتين أو 3 مرات عندكم هنا في برنامجكم، فسعدت بذلك. أما الصالحون فلكل لي ما هو قصة، يعني قصص العشق مع أهل الله لا يزر لي إلا بإذنه. فعندما تحبهم اعلم أنهم أحبوك سلفا. أنت عندما تقول أحب الله لا أحبك فأحببته، أحب النبي النبي أحبك فأحببته، الذي يحرم من ذلك لأنه منع من هذا الشرف. فأنا مثلا لي قصص، لما كنت ساكن في مصر في 2008 كان عندي قصة مع سيدي أحمد الدردير. لما أول ما أقمت في أول أسبوعين في مصر رأيته في الرؤية واقف شنب ومظهر وقوة وعزوة، وأنشد لي مالك يا مصر حزينة ليه، ليه دمعتك على الخد سيلة، وإيه اللي تبكي عليه وحمل إيه على الكتف شيء. قصيدة فيها توقع لأمر مؤلم. هذه القصيدة قرأتها على الخال الأمنودي في منزله، وقرأتها لأحمد فؤاد نجم وبعض أهل الفن والثقافة، قصيدة جميلة إن شاء الله مرة أنشدها، فكانت رؤية رائعة. سيدي عبد الرحيم الجناوي عندي معه قصص، سيدي أبو الحسن طبعا هو أتى من تونس، سيدتي زينب لما أتيت مقام أول مرة حدثت أمور والله أنا لا أريد أن أذكرها، ولكن آنستني وأشعرتني أنها أمي حقيقة. أمي نفيسة أيضا كنت أرابط عندها. السيد البدوي هذا الجنرال الرباني القائد الإلهي، وأيضا سيد الدسوقي. فأنا عندما أجوب بين أهل الله يجوب قلبي عندهم مستعظما سرهم، وكما نقول نحن في التصوف من نظر الأشياء بعين التعظيم استمد منها فكان عند الله عظيمة، ومن نظر الأشياء بعين التحقير استمد منها فكان عند الله حقيرة. نحن ننظر بهذه العين المحبة الطربة، نمضي لننشر هذا العطر. فجزاكم الله خيرا، وحي هلا على سكر رباني وطرب إلهي طرب محمدي، لأننا نستقبل زفة إلهية عرس الأكوان بحبيبي نبي الرحمن، بحبيبي نبي الرحمن كاشف أسرار القرآن ومصحح المنهج على الخطى الربانية وعلى صدق الإيمان
بالغ ذروة الإحسان المهدي الذي سيجمع له من عنده سلطانا وأكرم به من سلطان. مولانا في أي المراقد يرقد قلبك؟ قلبك الفقير يتيم الإمام الحسين. أفصح أبن وضح. جعل الله تبارك وتعالى لنا شرفا وجاها وعزا أن الفقير أخدم في الساحة الرفاعية في حي مولانا الإمام الحسين. نعم. شيخنا السيد إبراهيم خلف الله رفاعي. وأشعر أن الإمام الحسين شيخنا علمنا كده يقول سيدنا الحسين يزور هذه الساحة. فلما بروح أشعر أن سيدنا الحسين بيحضرني فيها. نعم نعم. فأنا يتيم الإمام الحسين فهو عزوتي وجاهي وتاجي. وأشعر أن أنفاسي في أنفاسي. أشعر أن الإمام الحسين يسند ظهري الله بيده الشريف الله ويمسح دموعي. أشعر بأنني يتيم وهو يحتويني وينفق علي. نعم. ولا أشعر بابتسامة حنونة إلا من جنابه. ولقد أكرمني الله تبارك وتعالى بحضرته مناما ورأيت الإمام علي فقلت له يا سيدي الإمام علي بعد أن قبلت يديه ورجليه سيدنا علي أنت جد لابن ليه؟ اللي جيت أزور ابن الحسين الله يسلمك. نعم. إمام الحسين اللي معه مواقف. وطبعا ستي السيدة زينب هي رئيسة هذه البلاد ورئيسة الديوان. نعم. فأنا يتيم العظيم ذبيح آل البيت. ماذا أقول وفي عيني البهاء والسرور. ما شاء الله. ماذا أقول وأنا ابن فاطمة البتول. مدد. ماذا أقول وأنا متيم بالحسين ابن الرسول. ماذا يا سيدنا الحسين. سلام. أنت زائب وعشقا. أنا خدام حبيبي هذا الذي أستطيع أن أقول سيدنا الحسين صاحب مقام سامي. نعم. ما تغنى به الناس وتكلم به الشعراء وتكلم به النصار والكتاب ما هو إلا أقل بقليل من مقام الإمام الحسين رضوان الله عليه. يكفيه شرفا أن الله أذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا. ويكفيه شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحب الله من أحب حسينا. نعم نعم. صار حبه إيمان وبغضه كفر. لأن مضاد الإيمان كفر. نعم نعم. فهو الإمام الحسين وفخامة الاسم تكفي. نعم. عليه السلام. الله. لماذا يستنكر الجهلاء على الأزهريين حبهم لآل البيت؟ هو جنابك تفضلت قلت جهلاء. لا ما هو احنا اصل ما هو الجهلاء دول بيأثروا. قول لي الجهلاء دول للأسف بقى ليهم جمهور. صل على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. لما تسأل أي حد فيهم احنا أصبنا مولانا عند أهل السنة بشيء من النصب الخفي. النصب. نعم. الخفي. نصب العداوة لآل البيت. نصب خفي. نعم. تسأل أي حد أنت بتحب آل البيت؟ آه. تسأل كبار الوهابية وصغارهم ومجرميهم و نعم. آه بحب. طب يا عم الحب مش مجرد طبعا إن الحبيب لمن يحب مطير. نعم نعم. فين الحب؟ هل ذكرناهم في مجالسنا؟ هل تحدثنا عن مناقبهم؟ هل أظهرنا هذا الشرف المبين وهذا الشرف العظيم في خطبنا؟ هل تكلمنا عنهم مع أولادنا؟ هل دعونا لخطبة أزواجنا بسيرة هذه العترة الشريفة الثقلين باب الرحمة لهذه الأمة اللي بيساعدوا جدهم عند الحوض. نعم. ده ميراث خاص. الله. ده ميراث خاص. نعم. لحضرة النبي وعياله لما يأتون الناس ويقول لهم
سحقا سحقا وبعدا بعدا إنكم غيرتم وبدلتم من بعدي. غيروا وبدل الوصية يا حبيبي. نعم. الذي حينما يقول صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم آل بيتي أوصيكم آل بيتي أوصيكم آل بيتي. نعم. حينما يتوافد الناس على حضرته الشريفة عند الحوض فيقول لهم سحقا سحقا وبعدا بعدا إنكم غيرتم وبدلتم من بعدي. أي شيء غيروه وبدلوه؟ حبهم للعترة الشريفة. نعم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. كتاب الله وعترتي آل بيتي. نعم. هذه الوصية المحمدية الزكية النبوية حينما تغير سيمنع المغير من الشرب. نعم. من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهلاء هداهم الله وعلمهم، لكن يا حبيبي الحب له ناس. نعم. هذا اصطفاء من الله عز وجل. الله. نعم. كما أن الجنة لها أناس معدودون، كما أن الحب له أناس. نعم. معدودون. بارك الله فيك. فهي مش مفتوحة. بارك الله فيك. يا سلام على حبي. وحبك. نعم. دكتور. وعد مكتوب لي أحبك. فالحمد لله على هذا الوعد. والله نسجد. نعيم. نسجد لله. نعم. ده جنة الدنيا. وما الدين إلا الحب. جنة الدنيا. وأي حب كتب لك؟ مين أنا؟ لا حضرتك. أي حب أي حب من السادة آل البيت كتب لك؟ والله بدء لازم تعليق، اسمح لي فضل. يعني بعدة دقائق يعني كرمتموني وفخمتموني جميعا سيدي الأستاذ الدكتور مازن العملاق. نعم. ليس عملاق تؤنس فقط، بل عملاق الأمة بلا شك. نعم. بل الأمة الإسلامية. هذا لمن يتابعه سمعا ورؤية، رؤية بالتاء المربوطة. وإذا من عليه فرؤية. نعم. ومن يقرأ له أرى الكلمات حتى التي تحدث بها سلسال قطر من السماء. نعم. ثم يصبح غمام فسحاب متراكم فيهطل على نهر أو بحر بجماليات من التراكيب المؤتلقة سابحة في هذه الأنهار. نعم. تتصاعد على بعض دفء القلوب المحبة فتعود سحابا يمطر من قسم الله له هذا الحب. نعم. الحب في الله والحب بالله والحب عن الله قدمه لك خلاصة للإسلام. الله. حتى إنه مزج وأصل قواعد في الشريعة ما زال البعض يختلفون فيها. ولعلي تحدثت في حلقات كثيرة. نعم. عن حكم الغناء والموسيقى، ما زال متخلفون عقليا وغلق الله عليهم حتى أبواب الفطرة قبل أبواب الدين والفهم. نعم. ما زالوا يتناقشون ويحرمون ويكفرون أيضا، بل ويفسقون ويبدعون. لعلي تحدثت عن أستاذين لي جنرالين عظيمين لكنهما ذائبان عشقا في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته، اللي هو سيادة اللواء محمد رياض. نعم. والعميد عبد الحليم علي. نعم. ففي مرة تحدثوا في مجلس العلم عندي عن أبسط وأعظم وأرق توصيل المعاني في الأغاني. الله. أي معاني، أي معنى، حتى المعاني القرآنية. نعم. وعلي لما ذكرت أم كلثوم وعرض بها أستاذنا الدكتور مازن عندما غنت شوية لما أقول لك يا حبيبي، كتبها عبد الفتاح مصطفى. نعم. بعد الحفل قالت له من هذا الحبيب وأنا أغني، همت فيما لن أقول لك إلا بعد أن ترد. قال لها والله كتبتها في خلوة وجلوة وحلوة مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فقالت له كنت أقول لي كنت
يعني أبدعت أن هذا الله وأنت كنت داريا بنفسك. نعم. فهي كانت تغني بنية أن الغناء لله. سبحان الله. وهو عند وهي لا تعلم أنه كتب بنيتي أن هذا الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. ولما غنت القلب يعشق كل جميل. صحيح. مكة وفيها جبال النور. أشهد في عزبة والدي قديما فلاحين منهم مسيحيون. نعم. كان يغنوا مكة وفيها جبال النور. فطرتهم نطقت معها وتساوقت. نعم. أبا الزهراء قد جاوزت. نعم أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك. الله الله. تخيل. نعم. تخيل ما هذا القلق والتألق والعلو والتسامي. الشباب بحاجة أن يسمع هذا. صحيح. انتقل من أستاذ الدكتور مازن إلى أستاذي العلامة الحبيب الذي فعلا حتى وهو قادم إلي في أول لقاء يعني أعرف لدرجة هو قلت له كلمة وأنا أقبله وأقبل كتفيه وأقبل زيه الأزهري لأنه نعم. قادم إلي بالعمامة فرأيت فيه صورة أبي بس مش أبي الصغير نعم فلعله لم يدري لماذا قبلت الزي الأزهري لأن والدي كان هكذا نعم. أساتذتي في الطفولة كلهم هكذا أزاهرة عظماء عمالقة نعم وفيهم من كان يتنبأ لي بنفس المسارات وبأنك ستنال قبس آل البيت وقبس القرآن بل ستعلم من آبائك وأجدادك الأعلو نعم وفي ذاك ما يطوى لكن طبعا. عندما قبلته قبلت أزهرنا الشريف بجماله رضي الله عنه بقدره بجلاله باسمه الفذ العبقري نسبة للسيدة فاطمة الزهراء اللي كثير من الشعب المصري نفسه لا يعلم لماذا سمي الأزهر الشريف نعم. بسبب النصب نصب العداوة والإجرام ضد آل البيت سلام الله عليهم فلما قبلته قبلت الأزهر فيه نعم. وقلت له كلمة هو نظر إلي وعبرها لعله قال محمد عيسى داود أكيد درويش نعم قلت له حمدا لله على السلام قلت له كده حمد لله على السلام صحيح فلعله وهم مثلا أن أنا اختلط علي أن هو الدكتور مازن لا أنا حافظ الدكتور مازن بس قلت له حمد لله على السلام نعم ثم أفصحت له فيما بعد أنني أعرفه من اللا زمن حيث اللا مكان واللا زمان ولكن الله. كانت الأنوار نعم نعم كيف؟ لا أدري لكن أعتقد أنني كنت والله أعلم أتذكر من كان عن يميني وعن يساري ومن أمامي ومن كنت أقبل يديه ويقود الحضرة الأعظمان السيدان الشريفان السبطان من أحبهما أحبني وأحبهما الله نال الختم نعم ومن أبغضهما كما تفضل فضيلة العكس مطرود نعم ولو مكث في قلب الكعبة ولو كان يحفظ كتاب الله نعم. فهو مطرود إذا طرده الله وأهل البيت عن محبتهم نعم. سيدي الحسن والحسين عليهم السلام نعم. أما السيدة الزهراء والسيدة زينب وبينهما الإمام فلا كلام نعم نعم سنت. نعم ربنا يبارك في حضرتك شكرا أما سؤالك نعم. من بعينه منهم فكلهم هم وهم هو نعم حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الهو نعم. هو الله الذي لا إله إلا هو وتحدثنا من قبل المطلق نعم. فعندما يخلق من نور ذاته برغم أنف المكذبين نعم. برغم أنف المكذبين وهذا الحديث في الأسانيد الصحاح وكانوا يخفونها أعداء أهل البيت نعم فتخيل حقيقة قدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم طينة لا كالطينة نعم الأحجار الكريمة ما هي جوار ملايين الأحجار صحيح لكن لماذا هي كريمة؟ نفيسة إذن الطينة مختلفة نعم أين أذهب وماذا أقول أنا في حضرة عظيمين
صدقني أشعر بإضالة قدري في مدرستين عظيمتين متكاملتين تنشران النور بعبق. نعم. لأول مرة أرى للنور عترا. الله. وكنت أرى في النور ما يفرق بين الحق والباطل. الآن أشم للنور عطرا. الله. فشكر الله لكم والله. رضي الله عنكم سيدي. والله. رضي الله عنكم. وشكر الله لك. ربنا يبارك في حضرتك. وربنا يسعدك ويبارك في ذريتك ويجعلك جندي من جنود حزب الله. أجمعين. كلمة حزب الله. أجمعين. نعم نعم نعم. نعم. بارك له في الذرية وفي الولد البطل اللي احنا شفناه من سويسرا. ربنا يبارك في حضرتك. الله يعزك. دكتور مازن حضرتك مش شايف إن اتخاذ الجهلاء للصحابة ظلم الصحابة؟ يعني إذا كنا بنتكلم في مظلمية آل البيت فإن هم برضو ظلموا الصحابة بإن هم صدروا للناس إن الدين في الصحابة، غالوا في حقهم بطريقة تكاد تكون يعني إيه تعطم الأبصار، وركزوا هم على بكتير 5-6 أسماء وباقي 120,000 مش موجودين. فهل هذا ظلم للسادة الصحابة اللي محدش بيتكلم فيه برضه؟ هو اولا انا اعقب، انا كنت في المدينه المنوره في حضره المنور. نعم. في حضره الذي قلت فيه ذات مولد انت الضياء فلا شمس ولا قمر. الله. ولنور وجهك طاب العشق والنظر. الله. اتكلم عن من انظر اليه. نعم. انت الضياء فلا شمس ولا قمر ولنور وجهك طاب العشق والنظر. عفوا خلي بالك من أتكلم عن من أنظر إليه. نعم نعم. لا تفوت السادة جميعا. نعم. ومولانا ينظر إليه مبتسما يقول ليتني كنت معك. نعم. وهو معه في قلبه. نعم. أنت الضياء فلا شمس ولا قمر ولنور وجهك طاب العشق والنظر. الله. حتى الملائك أدناهم وأقربهم كنت الإمام وأنت المرسل البشر. صلى الله على سيدنا. يا أكرم الخلق يا أعلاه منزلة أجل الحقائق أن في هديك الظفر مذ أن صعدت إلى الرحمن في كنف يشتاق خطوك حتى الرمل والحجر. الله. إيه الجمال. يعني والله إيه الجمال. أعظم من مشى على الأرض، أنا قلت في درس منذ أن سار رسول الله على الأرض لم تعد الأرض كما كان. الله. منذ أن حملت به أمه لم يعد الحمل كما كان. نعم. منذ أن حمل نطفته أباه لم تعد الأبوة وكما كانت. الله. منذ الله أن تزوج لم تعد المرأة كما كانت. منذ أن أنجب لم تعد الذرية كما كانت. منذ أن تكلم العربية لم تعد العربية كما الله كانت. الله. منذ أن ناجى الله لم تعد المناجاة كما كانت. الله. منذ أن عاش بالله لم تعد الحياة كما كانت. منذ أن انتقل الله لم يعد الموت كما كان. إذن كل شيء تغير بهذا الحبيب. نعم. فأنا حينها قلت أو قال قلبي، وباولو كويلو في الخيميائي يورد فصل كيف أن القلب يكلم صاحبه ويقول له نحن القلوب عالم مخفي عنكم. نعم. ونتنازى بيننا. طيب الخضريات، أنا أقدم الدروس البرهانية، ما هي الخضريات؟ هو مناجاة قلبك، صدق أنه الخضر، صدق أنه حلم في الروح، أنها نفخة الله، أنه من علم ألست بربكم. المهم خذ العطر فشمه ولا تبالي أين رأيت أباه وأمه. مالك أنت؟ خذ العطر فشمه، وأعلم أن أباه حب وأمه عشق، وأعلم أن هذا العطر دال على نفسه بنفسه. فقلت إن للأنوار لونا لا يراها، لا يراه إلا من له عين في قلبه، وإن الأنوار عبقا لا يشمه إلا من له أنف في قلبه. وإن للأنوار مغنى لا يسمعه إلا من له أذن في قلبه. وانت شاهدت فيلم اسمه سامونجي بابا. نعم. هذا العاشق التركي الكبير اللي تلميذه شمس آق كان شيخ الفاتح في ما فتح قسطنطينية. فالمهم أني ذبت في هذا الفيلم وبكيت طويلا. نعم. وأنا كنت في حال ذلك الحال السكري وقلت زدني من حبك كي أفنى وأغيب بدالية المعنى. يا سلام. ولتسكب خمرك في شغفي كي أسمع لحنك والمغنى وتجلى من غير حجاب كي أنظر للألق الأسنى وافتح لي لجمالك بابا متنا في الوجد ومتنا. إذن هذا الجمال وهذا الكمال وهذا الحال هو ما نقوم به الآن قيامة القائم قبل قيامه. نعم. أنا قلت دائما نضربكم بالحجة حتى يخرج الحجة.
نحن نقيم الحجر كما أقامها الدكتور محمد عيسى داود، كما أقامها ويقيمها الشيخ أحمد شحات الأزهري، كما تقيمها أنت، وكما يقيمها كل الذين يقومون بهذه القيامة الربانية. هذا الأمر بهذا النور نستطيع أن نرى الحقائق كلها. لنرجع الآن إلى متن سؤالك عن الصحابة. هل كان هم النواصي للصحابة؟ لا. طيب من قتل سيدنا محمد بن أبي بكر؟ نعم. وأحرقه. نعم أحرقوه. نعم. طيب. وهو خال المؤمنين. أليس هذا خال المؤمنين؟ نعم. خاله أم ونص. الذي قال عن الإمام علي محمد ولدي من نسل أبي بكر. نعم. شفت المرأة طيب. واحدة. نعم. فهو خال المؤمنين. إذن لماذا نحن نأخذ الصحابة ونغار على هذا دون ذاك؟ نعم. وكل ذلك لتغطية النصب على أسرة بعينها اجتثت الدين اجتثاثا وغيرت بعد رسول الله. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيتهم فوق منبرك القرون فغاضني ذلك، فقيل إنما هي دنيا أوتوها. أتكلم عن من قتل الإمام الحسين، عن من دبروا مكيدة قتل الإمام علي. نعم. الصحابة نعم بالسم، الصحابة رضوان الله عليهم يكفيهم شرفا أنهم أصحاب رسول الله. نعم. والله لقد شرف غصن مرة تحته. نعم. حتى أني قلت يا ربي إني أرهن وجودي في الجنة في الدنيا بأن أكون غبارا مرة على كتف رسول الله ثم نفضه. صلى الله عليه وسلم. أن أكون نسمة مرت بفاطمة. صحيح. أن أكون يعني تراب قدم علي والحسن والحسين، هذا نقوله ونحن أولادهم. نعم. ونحن الذين نضع خدودنا ووجوهنا على التراب لأجلهم. وضعت الخد مبتسما فخورا لأحمد ثم فاطمة يا هنائي، وللكرار ذا وجهي مداس أقبل عند دوسي الحذاء، ولكني إذا ما جار باغ هزبر أصحب ذو كبرياء. هذه قصيدة من قصائدي أيضا. إذن نحن نحب الصحابة. نعم. ونحبهم ونغار عليهم، ونحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبهن حبا عظيما بحب رسول الله. نعم. كيف لا نحب من أحبهم النبي؟ ونميز بين من وافق ومن نافق، ومن أحب ومن أبر بالعهد ومن خانه. نعم. نحقق تاريخيا ونصمت عن علم وبينة، ندخل في المناكفات المذهبية. نحن على المحمدية البيضاء. سيد أبو صالح الألوسي جزاه الله خيرا. نعم. وبارك الله فيه، الرباط المحمدي في العراق. نعم. الدكتور محمد مهنا هنا جزاه الله خير. صحيح. البيت المحمدي. نعم. وأنا أبني الآن المنارة المحمدية. نحن على المنهج المحمدي، وقريبا سيرأس أخي الشيخ الدكتور أحمد شحات الأزهري المنارة المصرية إن شاء الله بتوفيق الله مع هذا الهرم المصري الكبير لتنير على الناس. المهم يا سيدي وأخي العزيز، محبة الصحابة نور. نعم. ولا ندخل في قول الزور. نعم. ومحبة الصحابة هي التزام بمنهج النبوي. ولكن أسأل الذين يحبون الصحابة وأسأل الجميع، من أول المأمورين بحب أهل البيت؟ من أول الذين جمعوا في غدير خم؟ نعم. وانتظر الذين أتوا من اليمن حتى جمعهم رسول الله فأوصى وصية مودع. نعم. قبل 70 يوم من وفاته ويقول أني قريبا سألقى ربي الله الله في آل بيتي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لهم ولي من ولاه وحاد من عداه، والثقلين لن تظل بعدي أبدا سفينة نوح من تمسك بها نجا. إذن أول المأمورين هم أصحاب رسول الله. نعم. وهم كانوا يحبون آل بيت النبي. إلا من دخل منذ البداية بهذه البغضاء للنبي فقتل الحسين قاتلا للنبي، قال الحسين مني وأنا الحسين. نعم. أي عندما يقتلونه فقد قصدوني. نعم. لم يمكنهم الله مني فأرادوا أن يبثوا ذلك. ذلك يزيد قال ليت أشيخي بدر شاهد. نعم. قصيدة معروفة. نعم. فلذلك أنا أقول أهلا بالمحمديين، أنا تلميذي الله. من جميع المذاهب. نعم. وتعلم أني أزور جميع الديانات وطفت العالم. صحيح. صحيح. ولا أنظر للهندوسي وغيره إلا أخ لي في الإنسانية مثلك. نعم. والله وأن أمر المهدي عليه السلام. نعم. سيجمع جميع البشرية. نعم. على راية محمدية فيها تفريعات، هي محمدية موسوية، محمدية عيسوية، محمدية بوذية، نعم. محمدية كاملة. لكل الأنبياء هم كانوا خدم وموحدين لسيدنا رسول الله. على هذا ألتقي أخي المسيحي وألتقي الأحرار من اليهود الذين هم ضد الصهيونية وألتقي الناس. فإذا كان ذلك كذلك لمن هم على غير ديننا فكيف بمن هم في ديننا؟ طيب عشان أقفل السؤال مع حضرتك بالصورة الكاملة بقى، من ينكرون حب الصحابة على
يعني ايه المحبين للصحابه يعني يقول لك انت بتحب فلان وهو فلان ده اخطا انت ازاي تحبه؟ نعم. ايه اللي نقوله لهم برضه؟ طيب انا قلت مره لاحدهم وكان لعانا شتاما يدعي انه شيعه ال البيت. نعم. قلت له يا هذا اولا هو سالني قال لي هل انت شيعي وتمارس التقيه؟ قلت له اولا انا سياف محمدي انا رجل سياف محمديون انا امارس فنون دفاعيه ورثت عن ابي عن ابيه عن جدي عبد السلام الاسمر عن جدنا الحسن وجدنا الحسين من امي ومن ابي ومن جداتي ورثت عليهم وعنهم شجاعة في القلب فطورناها بفنون الدفاع مارسناها منذ كان عمري 5 سنوات تكسرت ايدينا ووصلنا الى مستوى عالي جدا فكيف لي ان اخاف؟ نعم. لا تقية إذن عندنا نحن إذا عشقنا ننفخ في البوق صحيح. أي كل أنواع العشق صحيح. نعم. لكن ثم صورة بسيطة جدا للإمام علي بعد طعنه بعد ضربه قال له رسول الله تعالى يا علي من أشقاها من يخذب أحيمر وعاد ومن يخذب هذه من هذه لحيتك من رأسك. نعم. إذن كان يعلم وكان يعلم بتوقيت قتله صحيح. وكان يستطيع ما عنده من فنون دفاعية هو معلم أنا سميه سمار الإلهي أقوى من ميموت مصاشي من كل أنواع المقاتلين كان يستطيع أن يصدها ويردها ويتجنبها صحيح. انتظرها صحيح. فلا أقتل قاتل بعد أن ضربه وقال فزت ورب الكعبة بعضهم كتب فزت لا فزت فزت بعد أن فاز بالشهادة كما قال حفيده علي زين العابدين يزيد أتهددنا بالموت أما علمت أن الموت عندنا عادة وما زلت من الله الشهادة شرب لبنا وهو يحتضر الله قد بلغ الصوم مبلغه ولو كان إنسان عاديا لأصيب مباشرة بفقدان الذاكرة والعقل كان الجرح لما أدخل الطبيب يريد أن يعلم عمق الجرح كان جرحا غائرا جدا ضرب العقل لكن لم يضرب عقل الإمام علي الله لأن الله. عقله آت من نور رباني محمد لا يرتبط فقط بالمضغة الطينية نعم فشرب لبنا ثم قال هاكم اسقوا أسيرك اسقوا أسيرك ملجأ الله هذا الذي يعرف أنه ثاني أشقى الأشقياء نعم سقاه شربة ولن يذوق مثلها أبدا سيجد الصديد والحميم عند رب العالمين نعم فلما فعل ذلك أعطى درسا كيف نسب أصحاب رسول الله وكيف نعم. ندعي اتباع أهل البيت ونحن على قلب يزيد كيف نكره يزيد ونحن نتبع قلبه هؤلاء الذين يخرجون في القنوات ويشتمون ويدخلون في عرض النبي هؤلاء لا خلاق لهم في التشيع لأن سيدنا جعفر قال لبعض أتباعه لا تقولوا شيعتنا إنه أمر عظيم إنما قولوا محبون قال ذكروا الناس بأخلاقنا فإنهم إذا علموا أخلاقنا أحبونا نعم. فهذا منهج أقوله لأتباع أهل البيت وإن كنت أعترض على إطلاق لقب أتباع أهل البيت حصرا على أتباع الفقه الجعفري في المدرسة نعم. الاثنى عشر المدرسة نعم. الشيعية نعم. نحن مدرستنا جعفرية أيضا نعم. مدرستنا التونسية المالكية إمام مالك شمولية. جعفر شمولية. أبو حنيفة تلميذ إمام جعفر الشافعي تلميذ السيدة نفيسة نعم. نحن إذن عشاق أهل البيت وأتباعهم ونحن بنوهم لذلك أنا أجبت مرة لمن قال لي هل أنت شيعي قلت أنا سيد نعم. فالشيعة شيعة جدي والسنة سنة جدي نعم. فلذلك نحن على المحمدية نعم. وكنا ندمي طبعا علميا المدرسة الزيتونية التونسية ونفاخر بها وفيها طبعا. من فيها من علماء نعم. وفيها إبراهيم الرياحي المتوسل بالجناب النبوي وفيها غيرهم ولكن أنا أقول أنه من الظلم أنه يقف على الضفة أشخاص هنا يدعون التسنن إذا ذكرت آل البيت غضبوا حدثهم عن ما أردت حدثهم عن هبل وجماله فوق الكعبة يفرحوا نعم. حدثهم عن هند وهي تلوك كبد سيدنا حمزة يضحكون حدثهم عن أي سافل دعي حدثهم عن حبة التي كانت في المدينة هذه الفاجرة أو غيرهم يفرحون إذا قلت علي غادر المسجد أظلمت وجوههم إذا نعم. جاء المولد أظلمت وجوههم لأن الوحيد الذي حزن يوم المولد هو إبليس قلوبهم إبليسية توحيدهم إبليسي توحيد يرفض الوسيلة إلى الله وكذلك على الضفة الأخرى من يسب أصحاب رسول الله من يهاجم هؤلاء الأسياد نعم. وأعني ما أقول لا أتكلم عن الطلقاء أتكلم عن الصحابة الذين هاجروا وجاهدوا نعم. فهذا حتى لو أن هنالك إشكالية أنا قرأت كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين ومراسلاته وقرأت المدونة الشيعية قرأت تقريبا عدد كبير من كتبه والتقيت بكثير من أصدقاء ثمة أمور في التاريخ لن يستطيع أحد إلا المهدي أن يحكم فيها صحيح. لماذا نكلف العامة ما جرى في السقيفة ورزية الخميس
وقصة هرشة، وهل أن الإفك نزل في السيدة ماريا أم في السيدة عائشة، وغيره وغيره من قضايا حقيقية شائكة. نعم. لماذا نكلفهم هذا؟ إنما الأولى أن ننشر محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته، أما ما يناقش بين العلماء يبقى في دائرة العلماء. نعم. سيأتي الأوان القريب حتى يكشف هذا القائم الوارث بقدرة الحقائق، سيصدم بعضهم في أمور. صحيح. ويصدم من الضفتين شيعة وسنة. نعم. ويصدم الهندوسي أن البقر لم تكن يوما إلها وأن بوذا كان نبيا، ويصدم، ستكون صدمة للبشرية كلها ولكن صدمة جميلة. نعم. يعني لذلك أنا أقول لكل المتابعين كونوا على المحمدية البيضاء. نعم. وهذا ما ندعو إليه. نعم. بارك الله فيك مولانا. في بعض الناس يقول لك الله أنت بتعظم في سن الإمام علي وهو لم يذكر في القرآن الكريم، وهو لم يصحب سيدنا رسول الله في الرحلة، وهو لم يكن ثاني اثنين في الهجرة. فانت ازاي تعظم سيدنا الامام علي وتقدمه على سيدنا ابو بكر باي منطق؟ يعني هو سيدنا الامام علي ما لم يذكر في القرآن. مين قال كده؟ لا ذكر. مين قال كده؟ يعني بقى شوف بقى انت قول له بقى. صلى الله حضرة النبي. اللهم صل على سيدنا محمد عليه وسلم. يعني أبدأ مقولتي بمقولة ابن عساكر الحافظ الكبير. صحيح. يقول لكل أصحاب رسول الله مناقب، ولكن لا يرتقوا لمناقب علي. نعم. قالها ابن حنبل. لا يرتقي لمناقب علي. وحينما أراد أن يؤرخ لدمشق. نعم. وهذا التاريخ عبقري، فجعل الإمام علي 3 مجلدات. الله. نعم. بداية هذا السفر العظيم. الإمام علي رجل من عظمته احتار فيه الناس. نعم. صحابي سيد أصحاب رسول الله ولا نعم. خلاف في ذلك. صحيح. وسيد العطر وأصل الشجرة، زوج الزهرة. نعم. زوج الزهرة. حمدك للسيدة خديجة الكبرى. الله. الله. رسول الله حبه وحبيبه، وهو الوصي على هذه الأمة. نعم. سيدنا الإمام علي ارتقى مراقي لم يرتقي لها أحد في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الإمام علي عليه السلام حينما تتكلم عليه فارفع رأسك إلى السماء، وإن صحت المقولة فاجعلها تحوم حول العرش. الله. إنه علي بن أبي طالب. نعم. فارس المشارق والمغارب. الله. الله. نعم. الإمام علي. الله. نعم. ابن أبي طالب ليس شخصا عاديا، فالذي عشقه وغالى فيه وقال أنت إلهنا يا علي هو خطأ، ولكن رأى مرائي له تفوق العقول. نعم. والذي أبغضه فهذا جاحد لدين الله. لا إله إلا الله. نعم. ولحضرة رسول الله. أما هو المفضل فلا شك أنه هو المفضل، هو المقدم لا شك أنه هو المقدم، لأن اجتمع في الإمام علي عدة أمور. خد عندك. نعم. أول المسلمين. نعم. الإمام علي، والذي جلس مكان النبي. الله. ودافع عن الأكوان. نعم. ورفع الشعار وكانت عنده المنار، إنه علي. نعم. عليه السلام. الله. زوج البتول الذي رباه النبي. اللهم صل وسلم. أبا الحسنين. هذا يا سيدي. ورئيسة الديوان زينب. أيوة. الإمام علي الذي يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ يعني توافق يا علي تكون أخويا؟ الله. إيش هذا المعنى الراقي؟ المعنى الذي يعانق السماء. صحيح. المعنى الذي يفتك القلوب. الله. توافق؟
الله. نعم علي، يعني إن أردت أن تتكلم عليه فتأطأ رأسك إلى الأرض. نعم. ولا تساويه بأحد، فمقارنة الإمام علي بأحد فظلم، وظلم بين. نعم. لحضرته ولمقامه الشريف. الإمام علي إن أردت أن تتكلم عنه فتوضأ. الله. فإن له حرمة عند الله عز وجل. نعم. حرمة. نعم. وضأ القلب، نوره قبل أن تتكلم عن الإمام علي. نعم. الذي يمسك يديه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول من كنت مولاه فاز علي مولاه. هذه نصوص متواترة يا سيدي. نعم. وتقول لم يتكلم النبي عن علي. حسن الكلام. لا أقول القرآن. القرآن أعطى وطق هذا وصدق بالحسنى. هذا صراط علي مستقيم. القراءة الأدق من أستاذنا الشيخ محمد صديق المنشاوي حتى في الجلسات ونحن صبيان كان رب العالمين من القديم. نعم. وهو يرد على الملعون الذي تبعه بيضه ونسله من الإنس والجن في بغضاء حضرة سيدنا الإمام علي. نعم. كان رد رب العالمين مغتضبا عن المحمدي العلوي فقال هذا صراط علي مستقيم. لا شك. القراءة الدارجة مع الأمة هذا صراط علي مستقيم يقرؤونها. نعم. هذه القراءة نقبلها مع التحفظ الشديد لغة علمنا إياها الشيخ محمد صديق المنشاوي. نعم. ونحن صبيان في مسجد عمرو بن العاص فكان يقول حتى اللغة ما معنى هذا صراط علي مستقيم. نعم. أرب العالمين يرد على هذا الملعون المأفون المخبول التعيس النكد الذي اختار الضلالة هذا صراط علي مستقيم. لا. الإشارة أن المواجهة ليست مع محمد حبيبي فقط صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. المواجهة مع نسله الشريف. نعم. شوف أنا بحيي قناة النيل المصرية. نعم. بعد غيبة طويلة كنت ضيفها مع سيد جمال الشاعر قديما. نعم. فوجئت وقدرا يعني أنا نادر في الوقت وفي الضغوط اللي قعدت فيها فكأن شيئا يقول لي افتح فوجدت الشيخ ياسين التهامي ينشد قصيدة ابن الطه في مهرجان القلعة مناسبة عاشوراء. نعم. أنا ابن الطه. أنا ابن الطه. نعم نعم. الإمام علي يتكلم ويستطرد بقى كلم عمي جعفرنا الذي يطير في الجنة مع الملائك يمسي ويضحي. نعم نعم. وظهر محمد حتى كاد يبكيني وظل يرى وظهر محمد زهراء محمد. نعم. منوط لحمها بدمي ولحمي ولحمي وظهراء محمد سكني وعرسي. الله. سيدة نساء العالمين سكن الإمام. نعم. للأحمال الثقيلة ولا لهذا عندما يتكلمون في زواج الإمام علي ودس والكذابون الدجالون النصابون كسائر الإبراص اللي عمالة منتشرة هذه الأيام تلسن علينا نفس القاذورات هذه من الشائعات والسفالة كاد يتزوج ابنة أبي جهل على الزهراء فعاتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل على بنات المسلمين ما لا يقبله على الزهراء. نعم. وهو سيد العدل والإنصاف برغم تميز الزهراء. نعم. لكن نور الزهراء لا يطيقه إلا علي. صحيح. ومع هذا وده اللي بخالف فيه إخواتنا الشيعة تعلم مدرستي كأستاذي الدكتور مازن مع الجميع ودائما أقول نحن محمديون. نعم. الشيعي يتشيع لنا والسني يتسنن بنا وعرأي الأستاذ إبراهيم حجازي في حلقة قالوا اللي مش عاجبه يشرب من البحر الأحمر قلت له عندنا المتوسط وعندنا نهر النيل وعندنا بحيرة قارون وعندنا البحيرات المر وعندنا التمساح. نعم. وزهرة محمد يا على النسب. امال ايه؟ يا على النسب. امال ايه؟ عش فيه.
نعم نعم. وتأمل وتدبر سكني وعرسي. الله. نعم. منوط لحمها لحمها. نعم. الذي هو لحم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فاطمة بضعة مني. نعم. يغضبها ما يغضبني ويسرني ما يسرها. يغضبني ما نعم. يغضبها ويسرني ما يسرها. الحسن مني وأنا من الحسن. الحسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسنا. أحب الله من أحب حسينا. زينب وما أدراك زينبي اللي زي النبي. نعم. وزهراء محمد سكني وعرسي. منوط لحمها بلحمي بلحمي ودمي. نعم. وولداي منها ولداي سبطايا. نعم. حياة نعم. الأصوات ولداي حبيباي ابناي وأبدع التهامي. الله أطال نعم. الله في عمره الأولاد الملعونين أشاعوا عليه من سنوات. احضروا جنازة ياسين التهامي بإذن الله. سيحضر الإمام المهدي بإذن الله. بإذن الله. ويدق أعناقكم بإذن الله أيها الحاقدون الحاسدون. نعم. ابناي الحسن والحسين سبط محمد وسبط محمد وسبط محمد ولداي ابناي أحباي منها. نعم. الله. نعم. فماذا نقول؟ طيب. أنت وضعتني في يعني حجم أشعر بضآلتي جدا حقيقة والله بلا مجامل. هو يعني أشعر بضآلتي أمام الأزهر الشريف عندما يتجلى ويتكلم وتسطع أنواره. نعم. بلا وجل من رجال أعزهم الله بعزه. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين مالش للمسلمين. نعم. أرى الأزهر بجلاله يتجلى وأرى الزيتونة بجلالها تتجلى وتجتمعان في الحب في الله وفي حضرة سيدنا النبي وأهل البيت وخلص الأصحاب. نعم. كم اتهمونا وكم أساءوا لمجرد أنك تضع النقاط التراتبية. ولعلك حضرت كثير قلنا النبي الذي يسيئون إليه. نعم. وقلت أحدهم مرة تواصل معي يقول لي لا تقل قدر النبي. نعم. قلت لا أقول قدر أبيك وأمك. هيفرح جدا. حسبي الله ونعم الوكيل. محمد سماه الله محمد. نعم. الله اختار له هذا الاسم. ويدسون هناك من تسمى بمحمد قبله ثلاثا أو أربع لعلهم أن ينالوا هذا الاسم. طب هذا الاسم حتى في التوراة والإنجيل كان متلصم. نعم. بالحمد وبأحمد. تمام. فهو اسم مفرد سماه الله. كذلك علي. أتحدى علماء الأمة الإسلامية أن يأتوا لي باسم صحابي أو اسم قرشي أو اسم عربي اسمه علي قبل الإمام علي. نعم. الذي ولد داخل الكعبة. نعم نعم. وينكرون ويكتمون ويدارون. نعم. ثم يفخمون في الأصحاب كأنهم المعادل. صحيح. والله العظيم كم يداعبني في خيالي سؤال دائما. أهؤلاء الناس صدق حتى في محبتهم للصحابة كذبوا والله. نعم. كذبوا والله. كذبوا كذابون. فأنا الآن أمام مدرستين متزوجتا. نعم. بكل الحب وبكل الود وبكل الجمال وبالأسانيد الصحيحة. نعم. وبالتألق وبالأنوار. شيء غير منقول. هذا هو ميراث الأمة الذي نشأت من طفولتي على الحب والتحاب في آل بيت سيدنا النبي في الموالد في الحفلات في حتى أحزانهم والتي ترقى إلى درجة التدريس متى نحزن ومتى نفرح. نعم. قيم. وتذكرت كيف كان المديح هذا يجمع القرى والمدن حولنا. نعم. حتى بعض الزيجات كانت تتم في هذه الأحفال. وكيف بعد انتصار 73 كانت اللعبة الإبليسية الشيطانية بإدخال الوهابية إلى مصر في ثوب السلفية وليس ثمة شيء اسمه السلفية. نعم.
كله كالسماء ما عليك، كل ما سبقك سلف. تمام نعم. فلماذا هذا الخداع للأمة؟ طب في سؤال دكتور بعد إذنك، الأمور استبانت، هل أسقطت وحذف وتضئيل حجم ومحتوى تكبيرات العيد اللي كان فيها الصلاة على حضرة سيدنا رسول الله والصحابة والأمات المؤمنين إلى آخره؟ يا سيدي كانوا يأتون حتى للشيخ عبد الحميد كشك أمامي، والله على ما أقول شهيد، وكان يبغضهم في المجالس الخاصة بيننا في بيته، يقول لي والله لو بيدي لحلقت لحياتي بسببهم. ما عملتها بس قدموا أسوأ إساءة. الميديا نفسها دلوقتي يا دكتور بقت برضو بتقصقص ده. يا سيدي الإعلام في مصر تبع للرائج بكل أسف. ما يفعله مولانا الشيخ أحمد أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور مازن الآن إحياء ما انطمس وبعمد وبقصد، وهو موجود، الأنوار موجودة لكن القلوب هي المظلمة، الأعين هي المظلمة. الآن بنفتح العيون وبنضيء القلوب، عسى أن تقبل الأجيال وبالذات الشباب اللي حورب في المعتقد الحقيقي. سيكون إن شاء الله. نعم بإذن الله. وأنا كل يقين، لأن عهد التغيير نحن الآن فيه. بإذن الله. شاء من شاء وأبى من أبى. نعم. ثم كما قال أستاذنا دكتور مازن، فعلا يا أخي كان لي جار هندوسي لعلي قصصته مرة. وعزناه في زوجته والرجل كان يحب جلستنا عندما نتحدث بالذات عن خلق آل البيت. نعم. طيب هل تعلم أن أحد الشهداء في كربلاء المشرفة وهب المسيحي؟ وهب بن حبيب مسيحي. نعم. عريس من 20 يوم. نعم. وأمه العجوز وعروسه تتعلق به، يعني أنا ماليش غير لا أعرفك. قاتل مع ابن أبي القاسم. الله الله. من عرفها؟ نعم. أي ميراث هذا؟ كلمتك عن السيد المسيحي أنطون بارا. نعم. وكيف خدعت أحد الأقارب؟ بقول له استمع إلى هذا العالم الأزهري الجليل. جلس مندهشا، ما هذا التدفق عن آل البيت؟ ما هذا الرجل يقول تحدثت عن الحسين سلام الله عليه، والله لو كان عندنا لنشرنا له في كل موقع راية، ولا جعلنا له في كل موقع منبر. نعم. باسم المسيح. الله. نعم. كأنه يدين الأمة. نعم نعم. خبر سيادتك. الشيء الآخر يقول وعندما أردت أن أكتب عن زينب زينبي، والله هبت من جلالها وجلالها وأنوارها. جبل صبر، جبل صبر لم يدرس، تمر عاشوراء يحتفلون بسيدنا موسى. نعم. واليهود وكنا على صلة بأحبارهم ودراستنا يسخرون من هذه الأمة أنه لم يحدث. كان خروجنا مصر كانت شديدة البرودة، حتى أحد الحاكمات أرسل لي كتاب. نعم. حضرتك كان الجو شديد البرودة في مصر معظم السنة، في فصل الربيع والصيف يبدأ الدفء. نعم. فأراد الله أن يختار لخروجنا من مصر فترة الدفء بدء الربيع، فخرجنا في شهر ربيع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متى دخل المدينة بإجماع التاريخ دون اختلاف؟ في شهر الربيع الأول. تمام. وكانت هجرتي. نعم. في شهر الربيع الأول. فكيف يتم التدليس على حضرته أنه دخل المدينة فوجد اليهود يزفنون ويحتفلون، فما هذا؟ كأنه لا يعلم شيئا عن عن الديانات السابقة، الجاهليون والأعراب ونفايات المدينة من قبل. نعم. يعلمون حضرة سيدنا النبي إنه اليهود يحتفلون بنجاة موسى، فنحن أحق من موسى، سأصومه التاسع وإن عشت إلى قبل لأصومن التاسع والعاشر، ولم يصومه إذا لم يعش. فإذا سيدنا النبي العشر سنوات كانت فين؟ نتحدث بالعلم وبالتحدي. نعم. أحبار اليهود متواترين علومهم يسخرون من هذه الأمة. أنا عندي سؤال طرحته مع سيادتك من قبل، قلت لهم إذا نسبتم إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظلم، أما حيلكم الإبليسية لأنكم تعلمون سنقول ولماذا لا يحتفل مثلا بنجاة سيدنا إبراهيم فجعلوها في حتى صفوا عشر أجيال. نعم. كأنما عاشوراء
من هذا يعني؟ نعم وحضرتك فأقسم بالله ويوسف ولأول مرة خرجوا من السجن ولم أكن أريد من نعم. حضرة سيدنا الإمام الحسين ألطمهم اضربهم اصعقهم يا محمد اصعقهم لماذا لم يحتفل بنجاة المسيح؟ نعم أكان مغضوبا علي؟ لا بالتأكيد لا. طيب هل تعلم أن سيدنا الإمام الحسين عندما عسكر في كربلاء وكان ابن العجوز المسيحية ابن العجوز المسيحية يذهب ليأتي لهم بالماء فأتى سيدنا الإمام الحسين وسأل عنه فعجبت أنه رجل غريب ولكن وجهه النور غير عادي فقالت إنه ذهب للسقاء ليأتي لنا بالماء فقال لها قولي له الحسين بن علي بن أبي طالب فارتعدت نعم سأل عنك ويقول لك صدق الرؤيا الله صدق الرؤيا فلما أتى فسألت وهب ما هذه الرؤية؟ ما قال نعم إنه الحسين نعم الحسين أتى هنا؟ قالت نعم قال والله يا أمه رأيت المسيح عليه السلام في حضرة وجوه أضوء من الشموس نعم فقال لي أنا عيسى بن مريم أنا عيسى بن مريم عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل وهذا أخي محمد الله وهذا أخي محمد نعم انصر ولدي في كربلاء الله 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 وهذه الرؤيا متواترة يخفونها سيدي نعم يخفونها فماذا أقول يصمت الكلام وأنا في حضرة أستاذين والله أنهل بلا مجاملة أنهل من علومهما وأشعر أنها ساعة تغيير بإذن الله. هذا الاجتماع ليس مصادفة وأنا من الطفولة لا أؤمن بشيء اسمه مصادفة كنت أجد والدي عليه رحمة الله أجندات غير الكشاكيل يكتب فيها ملاحظات أو حكم أو عبر أو حتى أشعار أنه لا تسقط ورقة من شجرة إلا بقدر إن لا. كل شيء خلقناه بقدر لا. فلا يمكن أن يكون هذا الجمع الزيتون والأزهر الشريف والأزهر الشريف والزيتون إلا لأمر قد قدر نعم 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 فالتقى الماءان على أمر الحمد لله رب العالمين دكتور مازن إيه أولى خطوات إن إحنا نمهد عقول الشباب وبعني بالشباب هنا من أقل من 18 إيه الخطوات اللي حضرتك شايفها إن إحنا محتاجين نتخذها لإثارة انتباههم نفهمهم اولا حقيقه الله ورسوله وآل البيت ثم نحن نفهمهم ان في سيدنا الامام وان في امل في الحياه وان الدنيا مش رايحه الدنيا مش هوليوديه يعني الدنيا مش فيلم هوليودي هينتهي بالكارثه العظمى في الاخر بعدين يجي سوبر مان ينقذ شويه اللي هيتبقوا في امريكا وهي امريكا بس اللي بتنقذ والباقي كله بيموت فايه اللي ممكن نعمله عشان ندق على العقول دي خصوصا ان الاخر بيدق من زمان ومؤسس أفكار احتلت العقول فعلا أنا بداية أعقب على أستاذنا أستاذي الكبير الدكتور محمد عيسى داود وأيضا أستمد من نفحة شيخي في طريق الحب الشيخ أحمد شحات الأزهري أنا كنت في البصرة مع الشيخ حسن المنصوري مدير دار القرآن الكريم بكربلاء قدس الله سرها بدم من فيها وكان معي أنطوان بار الله هذا المفكر الكبير نعم وألقى محاضرة ألقينا محاضرة في جامعة البصرة معا حول الإمام الحسين ثم ترافقنا مع المشاي الذين يمضون عشقا للحسين وأكلنا السمك المزقوف المميز في العراق وتناجيت معه مطولا تمت أمور ربما ليس حقا أفصح عنها أكيد لكني وجدت شعلة المسيح وجدت شعلة النور المريمي نعم وأنا الذي كتبت مرة
سلمت يا أم المسيح فسلمي عشقي يا مريم العذراء يا أخت الدم الله فتقدسي في القدس نحو المقدس بالمقدسي وبالأمير الهاشمي الله أعني مشية المسيح مع المهدي يوما ما وحدثت لي قصة ليلتها تتعلق بطائر جميل ولكن أخفيها في قلب. المهم أن أنطون بارا كان كتب الحسين في الفكر المسيحي يذوب عشقا عندما غنت فيروز عن كيف حيت مكة وتلك القصيدة الرائعة، وكذلك عندما تعرفت على الفنان عبد الله مريش الذي غنى لي، طبعا أذكر أن الفنان الكبير في بوشناغ غنى لي خذ المناصب والمكاسب لك خذ الوطن، وكذلك غنى الفنان الرائع عبد الله مريش المسيحي مع الفنان لطفي بوشناق أغنية تحت السيطرة. نعم. فهذه الأغنية أبي حزن ببوح الحنجرة وجع بهذا الصدر يغمد خنجرة، هي حيرة مثل الهزيمة مرة ما للعروبة كالحطام مبعثرة. هذا الشاب تعرفت عليه مرة في تونس، كان أول جلسة قرأ لي القرآن من سورة إبراهيم. الله. نعم. أذاب قلبي، كان يقرأ على طريقة الشيخ مصطفى إسماعيل. فاكتشفت أنه عبد الله مريش درس على يد شيخ في لبنان التلاوة ومقرأ شيخ فعلا. نعم. سبحان الله. وكان يدرس الشيخ على المقامات والآن مقيم في تونس. وكنت افتتحت به ندوة من ندواتي عن التصوف، فلما أكمل التلاوة بكى الناس. حضر المشايخ قلت لهم أقدم لكم المقرأ الشيخ المسيحي عبد الله مريش. الشيخ المسيحي. أيوه أيوه حقيقة. نعم. لماذا؟ أقول لك لماذا؟ لأن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من أحبه مثل الجنة. فهذا الحب نور يهبه الله لمن أراد. يا سلام. عبد الرزاق عبد الواحد أتيت وعفوك من مقدمي، قصيدة العظيمة. هو صابئ، وأنا أعرف شيخ الصابئ، الشيخ الصابئ المندائية رجل أبيض الثوب أبيض اللحية في العراق، أنا كنت في مجلس شورى العلماء مع الشيخ يوسف الناصري. فلما جلست معه اسمه ستار جبار حلو، قلت له انت اسمك ورد يعني ستار جبار حلو. ويكتب اللغه الاراميه، هو شيخ الصابئه المندائيه. نعم. فعبد الرزاق سيدنا يحيى. نعم. صابئي وله اعظم القصائد عن الامام الحسين. تجد شعراء المسيحيه كتبوا عن الحسين بشكل رهيب. جورج جورداق. نعم طبعا هذا اللسان الناطق. فلذلك أعتقد أن هذه المحبة نور يهبه الله لمن أراد. نعم نعم. وأن هذه بوارق المهدوية المسيحية. عندي صديقي الأب حنا اسكندر لبناني. نعم. ماروني رجل على غاية الرقة، كنا التقينا في كربلاء، فهذا المجمع له كلام عذب عن سيدنا رسول الله. له محبة لسيدنا محمد كبيرة، ونحن نحب سيدنا عيسى وأمنا مريم الحبيبة. ولذلك الأب شربل أعطاني كتاب الأب شربل الذي يتكلم عن اجتماع المسيحية بالإسلام في دين واحد بعد 2023. والأب حنا اسكندر نتناقش دائما عن أن الحرب الآن الحرب الإلحادية على المسيحية والإسلام تحديدا بخصوص مع بعض أحرار اليهودية وأحرار الإنسانية. نعم. كنت التقيت بمعلم كبير اسمه بوجيا سوامي في نهر غانغا جبل الهيمالايا قرب الصين. نعم. في مدينة اسمها شكرديش. كان معي أخي سيد سلمان جشتي الطريقة الجشتية وأنا أعشقها في مدينة أجمير. أنه التقينا مع هذا الرجل وجدت فيه عجبا، خدمته للناس، حبه للناس رغم أنه ليس على هذا الدين. وكذلك رجل اسمه سوامي مترانندا له مئات ألاف ملايين المريدين، معلم في اليوغا. ذهبنا إلى مدينة في مدينة شناي حيث بلافا، حيث المعلم الكبير بوديدارما مؤسس فنون الدفاع. المهم جلسنا فجرا، أنا صليت الفجر مع سلمان، هو كان يتأمل يوغا. نفس الشمس، نفس البحر، نفس الهواء، نفس السماء. نعم. نفس الذرية الآدمية، واختلفت المشارب. نعم أنا أؤمن أن الإسلام هو الدين، ولكني أقول أن هؤلاء هم الذين سيتبعون الإمام. أكيد. أما لا. الذين هم بجواره ولا يعرفون قدره كالذين كانوا يتردونه بجانب الغار ولا يرونه. أما أرجع للشباب باختزال، أرى أنه هنالك ما يسمى بفقه الواقع. نعم. أنا نصحت مشائخنا أن يتعلم مبادئ الاستراتيجية، وأنا كخبير عسكري وأمني وخبير في استراتيجيات الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب، واشتغلنا شغلا طويلا في هذا الامر ضمن المنظمه الدوليه للامن الشامل. نعم. وغيرها، واسست مؤخرا المركز العالمي للمستقبلات
الاستشراف كمستشرف أيضا، أقول أن ما ينقص علماء المستقبليات وعلماء العلوم العسكرية هو العلم الديني والعقائدي والتاريخي. نعم. يعني برنارد لويس، فوكياما، سامويل هنتينغتون، كيسنجر، كلهم مؤرخون. نعم. أنا بحمد الله من عام مساعدة عدو المؤرخين الدكتور إبراهيم البيضاني حياه الله، فقدمت مرة محاضرة معهم حول أن المؤرخ هو صانع التاريخ. كذلك العسكري يجب أن يكون صاحب ليس فقط عقيدة عسكرية بل علم عقائدي ديني. الجيش الصهيوني صاحب عقيدة وكان فاسدة. نعم. لن تواجه عقيدة إلا بعقيدة. يجب أن نعلم من هم في هذا المقام نفحات الإيمان والروحانية، وهم أكيد منفوحين لكن نجعله برنامج علمي. كذلك على المستوى الثاني المشائخ الدينيين ومشائخ التصوف يجب أن يفهموا علم الاجتماع، علم النفس، كيف يميز بين روحانية حقيقية وروحانية واحد. أنا التقيت بعض المحجوبين وأنا أعرف عما أتكلم، والله لا يستحق لا أن يكون شيخا ولا أن يكون له ولو مريد نملة. نعم. ولكن هو يغتصب الأمر اغتصابا. والتقيت منفوحين، التقيت الشيخ جابر البغدادي المنفوح من نفحات ربانية في بني سويف، رجل الله، الشيخ عطية مصطفى وغيرهم، السيد محمود الشريف، التقينا أشرافا في قنا. فأنا أقول أن الشباب يجب أن يوجه بين ضفة استراتيجية تنمية بشرية، فنون دفاع مهم، مارس فنون الدفاع، وإنسان كاراتي أيكيدو أيا كان الفن، لأنها تقوم عقلك. الإمام علي كان معلم في الدفاعية، سيد النبي كان أعظم المصارعين في تاريخ الأرض وصرع أعظم مصارعية، طبعا سيد الحسن مقاتل والبعض يستنقص منها من بطل وإمام وعظيم، ولو كان في كربلاء فعل الأفاعيل كأخيه العباس وشقيقه الحسين. الإمام الحسين قاتل مئات بيده، وإمام علي ما هو علي محمد بن حنفية. لذلك أقول أنه البناء الاستراتيجي أن تفكر استراتيجيا. يعني عندي نظرية اسمها التنظير تكفير تفجير، تقوم هذه النظرية على فهم الفكر التكفيري، ودونت في كتاب رحلة في عقل الإرهاب. يبدأ بأن ينظر له أنه كل العالم كافر إلا أنت. نعم. أنت نجي وكلك. وتقوم هذه النظرية على ثلاث مراحل. هي ذا الشيء. ثلاث مقومات. أنا نجي والبقى. التنميط، المسلم هو اللحية والسواد وهذه الطريق. نمطي، علاقة خاطئة بين شيئين. اثنين. بشرة. هو المغالطة، ما نعبدهم إلا ليقرب الله زلفى، فقالوا في الصوفية نزلت في كفار قريش. نعم. طيب بعد ما نعبدهم. نعم نعم. هل نعبد الأولياء؟ أهل البيت والأولياء طبعا. نعم. الثالثة. نعم. هي عملية إذن العملية الأولى هي النمطية، والثانية المغالطة، الثالثة الإسقاط، أن تسقط الأحداث على غير حقيقتها. نعم. أن تسقط جبة المسلم على غير من يكون حقيقة مسلما. كيف يذبح الناس من هو مسلم؟ نعم. فلما يكفر نفسه ثم يكفر الناس ثم يفجر، يفقد المنتمي لهذا ثلاث قدرات مهمة يجب أن نطورها في شبابنا. القدرة التحليلية، لا يحلل. بعض الصوفية الآن يستدرجه شخص يقول له أنا قطب الوقت وخليفة رسول الله، وهؤلاء يحضرون المهدي ويتمنون أن لا يظهر لأنه سيلهي أمجاده. نعم. فهذا أنا مرة هي يد الكعبة البطلة بتاعتها. آه. نعم نعم. يقول أنا قطب الوقت ووقت مقت، وده اللي حصل. نعم. لا يمتلكها. وده اللي حصل مع السلفية والوهابية، نفس القصة. يعني ده سر العداء من أهل البيت. بل قط مقت. نعم. والله ما رأى النبي مرأة. نعم. لأن لرؤية النبي دلالات حية في الذات، في المحية، في الكلام، وفي السلوك، في الأدب، في السلوك، في الأدب. نعم نعم. الأدب. طيب تجد الآن على الضفة الأخرى متمسلف يتبع السلف الطالح ويدعي السلف الصالح، هو يقول مالك هالك وأبو حنيفة أبو جيفة والأشاعرة كفار، يتبع من؟ يتبع يزيدا والأزارقة والخوارج وابن تيمية الذي قتل الناس بيده ويعني سجن، وهو حتى في مصر من عطاء الأسكندري شهد ذلك. إذن في كل ضفة، إذا كنت تريد أن تكون شيعي كن لعان شتام المدرسة اللندنية، هؤلاء المتخفون هناك. إذا أردت سنة كن ناس، إذا أردت صوفية كن غبي. آه. كن صاحب منهج في الروحانية الفاسدة. وعلى بعض الفتيات وتركوا لرأيت رؤية رأيت النبي فقل النبي بشرك بالزواج به ويتزوج. فهذه المناهج العقيمة. نعم. انتهى زمنه، دفعوا الناس للإلحاد. صحيح. نعم. الشاب عندما تأتيه بشخص يحدثه أحاديث باطل عن رسول الله، أو صوفي خزعبلاتي، أو متمسلف خزعبلاتي،
أو متمشيع خزعبلاتي يختار الإلحاد. يقول اختار العلم، اختار ستيفن هاوكينغ، نيل ديجراس تايسون وأينشتاين. بالعكس هذا ليس هو المنهج. نحن الحمد لله في تفسيراتنا بالعكس كل شيء ينبع من الدين. ضفة استراتيجية، ضفة روحانية. نحن عملنا أن نبني الحب، هذا مشروع المنارة. في المنارة قسم لفنون الدفاع، قسم للعلوم الاجتماعية والعلوم الأمنية العسكرية. ما معنى علوم أمنية عسكرية؟ بمعنى كيف أنت تكون أمني عسكري في ذاتك؟ كيف تسمع نفسك أن تضيع الوقت مثلا؟ صحيح. نحن ننام قليلا، نأكل قليلا، نعمل كثيرا. لا أتكلم عن نظم العسكرية ستبني جيش، لا، أنت جندي في معركة. أنت وجودك حيوي في وطنك. أقنع الشاب أن وجوده لا يعمان له، يلقي نفسه في البحر، يفجر نفسه بالإرهاب، يقتل نفسه بالمخدرات، يقتل نفسه بالإلحاد بالشذوذ، وهو أنكى وأدهى وأمر، يغير من طبائع البشرية. صحيح. ويهددها بعقاب إلهي عظيم. كل هذا لاستدراج شبابنا وإخراجه من بوتقة الوسطية والمحبة والمحمدية. الذي يبحث عن المهدي يبحث عن نفسه. نعم. بكل بساطة، أين المهدي المنتظر الذي في قلبك؟ صحيح. نعم. أين منتظرك أنت؟ لأن روحك تنتظر أن تراك كاملا، كما قال الإمام علي زين العابدين: أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. أين أنت من جيش الكرامة الذي فيك كي يغزو جيش الشر الذي فيك؟ نعم. كيف تسمح لنفسك أن يستمر جيش الشر في صدراجك؟ أين أنت من منتظر أمك؟ أنت راك في حال أفضل. منتظرين الرمادين والفضائيين. الرمادين هذه أسطورة مضحكة. نعم نعم. فالمهم الرمادين الأرض مجوفة شر مخص لها حل. هتجوزك رمادية ملهاش حل. أنه هذا الرمادين أيضا خدعة جداً. واعتمدوا على يعني ريتشارد بيرد، واعتمدوا على أني نيرفي. نعم. وذكر يا سيتشارد شاطة الدجالين. فهناك حقائق مثل عملية الوثب العالي وغيرها، أنا كتبتها في كتاب عن الصوف الفضائي، ولكن حرفت بطريقة ماكرة جدا. سرقوا اختراعات نيكولا تسلا، تحيروا أينشتاين، نفخوا فيه كثيرا إلى غير ذلك من الأمور. نعم. فالمهم أنه أدعو الشباب فنون الدفاع، معرفة استراتيجية معمقة، علم التنمية البشرية الحقيقي. على فكرة أنا مرة جاءني شاب وقال لي: أنا الآن خبير دولي في التنمية البشرية. قلت له: أنا صار لي 20 سنة أدور وأنا نفسي قصة التنمية البشرية. نعم. حتى بلغت وطفت العالم حتى صرت خبير دولي. أنت في منزلك كيف صرت؟ علمني حتى أتعلم. قال لي: قمت بدورة دفعت فيها مبلغا كبيرا من 3 أيام في فندق، وعلمني أحدهم أن كل المشاكل تفضل دائما استعمل هذه الطريقة، وأني أنا صرت الآن خبير دولي. قلت له: أنت مثل مجموعة من البغال قامت بدورة تكوينية في فن الطيارة عند الثور، وأعطاها شهادة الطيارة. أول ما تصعد البغال على الربوة ستموت. تعرف الحقيقة يعني أنا عندي قصة اسمها يعني لعبة الحمير، فأتكلم عن هذا الباب يعني. كيف تصبح خبيرا في يومين؟ لا تسمحوا للناس أن تضحك عليك. هذا الهرم المصري أنا متيقن بالقلب وبالروح وبالكشف وبالمعرفة أنه ثنى الركبة سنين عدة، وأنه شرب علقم العلم، وأنه بكى عندما اكتشف الحقائق كما بكيت بمرارة عندما درست التاريخ وعرفت الحقائق. الشيخ أحمد شحات الأزهري يحمل جمرة العشق في يده وهو يبتسم. أنت تحمل هذه الجمرة الربانية النورانية وتسعى رغم كل حصار الظروف. يا ليتهم الذين يبنون قنوات كثيرة، يا ليت الذين ينفقون أموالهم في لا شيء ينفقون. ونرجو تصحيح طريق سيد الشاذلي في حفر كثيرة، أيضا أنا أرجو من الدولة المصرية الحبيبة أن تصلح. نعم. ذلك الطريق للعشاق. ناشدهم وهم. نعم. الآن شغالين في الطرق أولى سيدنا بالحسن الشاذلي. أرجو ذلك وأن تفتح المقامات أيضا، لأنه لابد. المولات مفتوحة والناس. نعم. وكورونا جينيا بدأت تنهار. صحيح. وهذه اللعبة المدسوسة كما قلت مرات في البرامج التلفزية مصنوعة، ربما نتكلم عنها مرة أخرى عن علم الفيروسات. فالمهم أنه الشباب عليه أن يكون محمدي، يملأ نفسه حبا عزما، ويستيقظ لا يتبع الدجالين. نعم. اتبع الذين ذاقوا لذة العلم وشربوا مرة حتى صار عسلا. اتبع الذين لا يبيعون ضمائرهم. اتبع الذين يسرقون القلوب ولا يسرقون الجيوب. نعم. اتبع الذين تجلى عليهم نور المحبوب فحقق له بالمطلوب والمرغوب. اتبع الذين عليهم بهاء محمدي، جمال فاطمي، أنس علوي، سر حسني، إباء حسيني، قوة حمزوية جعفرية، مدد رفاعي جيلاني، بدوي دسوقي، شاذلي أسمري، حيث ما شئت. نعم. فكن، وحيث ما شئت فخذ. نعم. كن محبا هكذا تكون مهدويا، هكذا تكون مهديا. وأنا قادم من مدينة المهدية في تونس التي ولدت فيها في قرية الرواضي. الله. وهذه. نعم. المدينة خرج منها الفاطميون وبنوا الأزهر الشريف، فبين الزيتونة والمهدية والأزهر هذا مجمع بحرين. صحيح. لعل الخضر. نعم. حاضر فيه. إن شاء الله. لعله. نعم. يكون مشرفا عليه بنفسه. السلام. والمخرج الخفي دائما. نعم. ويقوم بهذه الأدوار
صديقنا العزيز. فأعتقد أن المهدوية قادمة وأن هذه الحقائق صادمة وأن هذه راية ربانية محمدية وقبضة إلهية هادمة ما قدر لاحق قدره. أن المهدي تجلي رباني للصفات والأسماء والذات، المكذبون به كذبوا بالقرآن بوعد الله إذا جاء وعد الأخيرة ليسوء وجوهكم، كذبوا المصطفى العدنان لو بقي في الدنيا يوم لأمده الله حتى يملك رجل من ولدي يملأ الدنيا عدل معداء ملئت جورا، إلى غير ذلك من الأمور. أنا سعيد جدا وعلى غاية الحماسة، وأنا المحارب الساموراي الشاعر. قالوا لي مرة لماذا أنت شاعر وساموراي؟ كنت أطلع في الإعلام التونسي كثيرا في المسائل العسكرية الأمنية وأتوقع عملية الإرهاب وكذا، وناس يسألوني في الشوارع ماذا يحدث، صرت يعني متخصص لأنه كان مجالا ليس فيه بتلك الدرجة من الدقة، حتى الذين بعد ذلك بعضهم لم يكن خبيرا، ثم خبراء حقيقيين لكن ثمة إشكالية فراغ معين، وعضدت بذلك أمني وجيشي، وكما قلت لا أبتغي من رأي ذلك إلا ذلك أن يكون الوطن بخير. فظن التوانسة أن مازن الشريف الذي كتب أغنية لطفي بوشناق هو فنان شاعر لبناني أنا تبع الإرهاب والأمور العسكرية، فلما طلعت في التلفزيون وقلت أنا سأكتب هذه القصيدة حصلت صدمة. أقول لكم نحن مدرسة الإمام علي، السياف المحارب، كل الشاعر شيء. العاشق الحكيم، مدرسة عنتر نفسه أيضا، ولقد ذكرتكم رمح نواهل حتى ما يموت موساشي أعظم ساموراي في تاريخ اليابان، كان شاعرا فيلسوفا وكان رساما ونحاتا وكان كاتبا ماهرا وكان الذي أنشأ مدرسة سيوف، إن شاء الله تحدث عنها في حلقة أخرى. فهذا المجمع ما أسميه بالشمول الدقيق. صحيح. نعم. والحمد لله. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله، فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها. طبعا كان المفروض السهره دي تمتد لاكتر من كده، مع ان ما كانش مخطط لاي حاجه خالص في البروجرام اللي حصل فيها يعني، لكن يعني لقينا الوقت زي ما بيقولوا كده البلدي ازف بينا، وكان دكتور مازن مضغوط في وقته جدا لان كان خلاص على وشك انه يغادر القاهره، ما كانش متبقي له غير 48 ساعه، فكان جدول زيارته مزدحم جدا في اليومين الاخره دول، وكمان دكتور محمد كان مرتبط بمواعيد تاني يوم الصبح بدري، ف يعني كان الوقت عدى الساعة واحدة تقريبا، ف يعني قررنا ان احنا نوقف اليوم على هذا الحال، وعلى امل ان احنا ان شاء الله نلتقي مع دكتور مازن مرة اخرى في القريب العاجل سواء في مصر او في تونس بإذن الله تعالى. طبعا يعني مش عارف اشكرهم كلهم ازاي، بشكر دكتور مازن الشريف جدا جدا على حرصه الشديد ان هو يحضر افتتاح الاستوديو، ان هو يشرفه في اول تسجيل رسمي منه، وطبعا بشكر الشيخ احمد الازهري على تشريفه ليا وعلى قبوله ان هو يعني ينضم لعائلة حول العالم تي في، وانه يقدم لنا مادة علمية ثرية باذن الله تعالى في القريب العاجل. ويعني بالنسبة لدكتور محمد مش لاقي كلام أشكره بيه حقيقي، لأن يعني هو مهما هقول هو عمل كتير، وهو له فضل كبير جدا جدا علي أنا شخصيا في أمور علمية، في أمور فكرية، في تصحيح مفاهيم، لا خلاف هو أضاف لي كتير بشكل غير عادي، مهما هتكلم عن الكتير ده هيبقى يعني مش بديله حقه، بالإضافة طبعا أنه إصراره على أن ظهوره من خلال الميديا في الفترة الأخيرة يبقى مع العبد الفقير إلى الله، كان يعني وسام على صدري وكان حافز كبير جدا ليا، لان انا اصلا ما كنتش ناوي زي ما قلت قبل كده ان انا اخرج بشخصي انا او اتكلم من خلال الكاميرا، كنت يعني بفضل موضوع السلاسل الوثائقية عن الظهور يعني. حتى انا ساعتها عرضت على دكتور محمد طوله، دكتور انا مستعد ان انا اعمل السكريبت، اعمل يعني الاعداد بتاع البرنامج مفيش مشكلة، واي حد حضرتك ترتاح له يقدمه، قال لي لا انا عايزك انت اللي تحورني انت اللي تسألني.
فده كان اصرار كبير جدا منه، اداني فرصه عظيمه ان انا اولا اتعرف على حضراتكم وحضراتكم تتعرفوا عليا، وان انا يعني ممكن زي ما بيقولوا ان انا في موهبه ما ظهرت الله العليم. هو طبعا اثنى على شخصي الضعيف، واشكر دكتور مازن عن نفس الثناء، لكن انا برضو ما اقدرش احكم على الامر ده، فانا بسيبه لحضراتكم. ومن هنا برضو انا يعني ايه بتحفظ على تسميتي بالاعلامي او بالمحاور، يعني انا برضو شايف مش شايف نفسي كده، انا شايف نفسي اقل من كده، مش عايز احط نفسي في اطار مش بتاعي او اكبر مني او العب دور مش لايق عليا. يعني انا في النهاية دي قناة يوتيوب، فانا هعتبر نفسي يوتيوبر بيقدر ان هو يعني يتحاور مع اهل العلم او مع الاخر بشكل عام، ويقدر يطلع حوارات جيدة فيها افادة ولو بعض الشيء. فده الكل اقدر اقوله، ومش ويعني ما اقدرش ادي لنفسي اكتر من كده. اما بقى الثناء والاطراء من السادة الافاضل دكتور محمد عيسى داود، دكتور مازن الشريف، كابتن سيد، مولانا احمد الازهري او غيرهم، او حضراتكم من السادة الجمهور، فكل ده على راسي من فوق، لكن انا ما اقدرش انتحل هذه الصفات بصورة غير شرعية وغير رسمية، عشان حتى كمان لا اسأل قانونا. يعني انت حلت صفة مش بتاعتك، لا انا ما تحلتش حاجة، انا راجل يوتيوبر ودي قناة يوتيوب في وسيلة من وسائل السوشيال ميديا بس. طبعا ما اقدرش انسى ان انا اشكر حضراتكم الجمهور فردا فردا، خاصة الجمهور القديم من 2013 على الفيسبوك في حسن الكنانة وسنواتها الخمس، ثم على اليوتيوب. بشكركم جزيل الشكر، حضراتكم لكم دور كبير جدا في انتشار البرنامج وفي توسيع قاعدة الجماهيرية للقناة، على الرغم من ان الفترة اللي فاتت احنا قلينا شوية بسبب قلة النشر، بالاضافة الى يعني في كده امور بتمارس مع بعض القنوات بشكل او باخر، يعني مش هنتكلم فيها دلوقتي، خليها لوقتها بعدين. لكن في النهاية في يعني لعب الكتروني كده معين بيتم لتقليل حجم مساحة الانتشار لقنوات معينة او لاشخاص معينة الى اخره. ومن هنا دايما بطلب من حضراتكم زيارة التفاعل، زيارة المشاركة الى اخره، لان ده يعني هيعوض اللي بيحصل من الجانب الاخر، هيرد على الاساليب اللي هم بيتبعوها معانا دي. مش عايز اطول اكتر من كده، وبرجو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكرمني ويوفقني ان انا اقدر يعني اكلل الخطوة دي بمزيد من النجاح في ان احنا نقدم مواد اعلامية هادفة، ان شاء الله تكون باكورة هذه المواد المادة العلمية التي سيقدمها مولانا الشيخ احمد شحاتة الازهري، والتي يعني ستنصب محاورها حول شمائل وفضائل ومكارم اخلاق حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك للسادة آل البيت، وكذلك للسادة الصحابة، عشان نبقى بندي نموذج للطرح المحمدي للدعوة الإسلامية، وندي صورة صحيحة وسليمة عن رجال الإسلام، بدءا من حضرة سيدنا رسول الله، مرورا بالترطبية السليمة للسادة آل البيت، ثم للسادة الصحابة. لان من العار علينا كمسلمين ان عندنا جهل برجال الاسلام، لازم نبقى عارفينهم كويس وعارفين سيرتهم بالتفصيل، عشان نبقى على ارض صلبة في مواجهة اي مناقشة او اي موضوع بيثار جايلنا من التاريخ او من اثار التاريخ او من اثار الماضي البعيد، فيه خلاف او فيه جدل او فيه نزاع او ما شابه. وباذن الله هيكون في يعني ان شاء الله مش عايز اسبق الاحداث، لكن هيبقى في مواد اخرى، وزي ما قلت مش بالضروره هتبقى في الامور العلميه والدينيه والسياسيه وفقط، لا ممكن كمان نخرج للاطار الرياضي، الاطار الفني، احنا هنقدم يعني مواد عامه، مش متخصصين زي ما قلت قبل كده، احنا مش متخصصين، لكن هنحافظ على معيار اخلاقي واجتماعي وخلقي الى اخره، بحيث ان كل ما يقدم من خلال الشاشة بتاعتنا يبقى فيما ينفع الناس،
سواء كان ديني، علمي، سياسي، فني، اجتماعي، رياضي، ايا كان، يبقى فيما ينفع الناس. تحياتي لحضراتكم، ويعني برجو من حضراتكم الدعاء ليا انا بشخصي بالتوفيق، لاني احتاج هذا الدعاء، وبالنصر والتمكين من تقديم ما اشرت اليه. شوف حضراتكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.